كمان ده تعليق برلماني تاني، اروح للاستاذ احمد السيد كمان عنده جديد في هذا الملف، وناخد منه تشكيل مباراة الاهلي للمصري عشان خاطر نختم معاكم في هذه التغطية الممتدة. يعني والله تعبت جدا عشان اجيب لكم كل حاجة، يعني حاولنا نجيب لكم كل حاجة من كل مكان، يعني ما سبناش حاجة ما جبناهاش، بنحاول نجيب لحضراتكم كل حاجة. الأستاذ أحمد السيد، الناس اللي عايزة تعرف التشكيل وموضوع فيديو صالح جمعة وليه في هذا التوقيت، برضه عشان خاطر إيه الناس اللي سألتني موضوع فيديو صالح جمعة اللي ملى الدنيا النهاردة حقيقته إيه وتشكيل الأهلي إيه، ده مهم جدا. استاذ احمد السيد، السلام عليكم. عليكم السلام، اهلا بيك يا استاذ عبد الناصر، من جديد بحييك وبحيي كل متابعينك في كل مكان. يعني الاول قبل ما اروح لتشكيل النادي الاهلي، وان كان معاك اي ردود افعال تانية من الصفحات عن حديث الساعه فيديو مرتضى منصور واهانته لرئيس الوزراء، فيديو صالح جمعه اللي ملى النهارده الدنيا واقامها ولم يقعدها، ماذا وراء هذا الفيديو وحقيقته يا استاذ احمد؟ يعني يمكن يا استاذ عبد الناصر، الحمد لله احنا كنا، بما ان احنا دايما بنتكلم في المؤامرات الخفيه اللي ضد النادي الاهلي، كان باين مع حضرتك بالامس ان احنا قدرنا نكشف الخيوط من بدري. فيديو الناس كلها ابتدت تشوف صالح جمعه، الدنيا مستقره، بيتمرن بشكل كويس، مستر فايلر اتكلم عليه في المؤتمر الصحفي قال انه بقى معجب بيه وقريبا هيدخل لقائمه الفريق. فعلى طول ليه وليه بقى تم نزول فيديو تسريبه لوسائل الاعلام، فيديو قديم لصالح جمعه زاد عن سنتين، الفيديو ده بقى له اكتر من سنتين لصالح جمعه، عن خناقه او مشاده كلاميه ما بينه وما بين بعض الشباب انتهت في ساعتها. ولكن يعني بعض الجماهير للاسف، او بعض المرتزقه، بلاش نقول الجماهير، بعض الحملات المضبطه على السوشيال ميديا، الجيش الالكتروني اللي بياخد فلوس وبيشتغل ارضاء لبعض الاشخاص، الفيديو انتشر علشان يوهموا الناس ان صالح جمعه لسه الامور مش متزنه، عامل مشكله وبيتخانق ومش مركز، وده النادي الاهلي وده لاعب النادي الاهلي. لكن طبعا النادي الاهلي وجماهيره يعلموا جيدا ان الفيديو ده متسرب، والفيديو ده بقى له اكتر من سنتين، وصالح جمعه بيتمرن بشكل كويس جدا، ومستر فايلر اتكلم عليه بشكل محترم وهو مركز بشكل كبير مع النادي الاهلي. طبعا هدف الفيديو عدم استقرار اللاعب، لان هم يعلموا جيدا ان اللاعب ده بيركز بشكل كبير، محاوله زعزعه استقرار النادي الاهلي والنيل من استقراره على المستوى الفني وعلى المستوى الاداري. كل دي مؤامره بينكشف خيوطها شويه بعد شويه، يعني نتكلم على شويه صفقات بيراميد، شويه فيديو مسرب لصالح جمعه، بعد كده نجيب فيديو تاني مش عارف متسرب لعم حارس، هتلاقي كل شويه الامور كده ايه بيحاولوا يالفوا، وكأن فيلم بسيناريو وحوار يعني احد المؤلفين علشان يحاولوا يهدوا النادي الاهلي بمعنى اصح. لكن المهم عشان كده احنا وضحنا مع كل متابعينك بالامس واكدنا ان هذا الفيديو مسرب منذ اكثر من سنتين، الفيديو كان مشاده ما بين صالح جمعه بعض الاشخاص وانتهت عاديه جدا بتحصل، لكن صالح جمعه في الفتره الحاليه مركز مع النادي الاهلي، بدليل مستر فايلر اتكلم عليه كويس، وبدليل انه خلاص دخل قائمة مباراة المصري ومع الفريق دلوقتي في برج العرب الإسكندرية. طيب يعني إذا الفيديو مفبرك وقديم، ده مهم جدا. طيب نروح لتشكيل الأهلي قدام المصري سريعا يا أستاذ أحمد. سريعا نقول القائمة، وبعتذر لك لو بس الإنترنت كان الدنيا فيها مشكلة، لكن أعتقد الصوت واضح دلوقتي، صح كده؟ جدا جدا، خلينا هنا. تمام. خليني اقول لك بس القايمه اللي اختارها مستر فايلر، 21 لاعب للقاء المصري اللي عاد بيها صالح جمعه بعد غياب طويل، هذا اللقاء اللي يعني كلهم بيعمل يتكلم هيتلعب مش هيتلعب، هيتلعب مش هيتلعب. يمكن المصري اعلن عن اصابه 5 لاعبين بفيروس كورونا، والمدير التنفيذي لاتحاد الكوره وليد العطار قال لك طالما اقل اكتر او اقل من 10 الماتش هيتلعب.
وده البروتوكول اللي تم الاتفاق عليه مع كل الانديه. المصري كان فيه محاولات لتاجيل اللقاء، لكن في النهايه اتحاد الكوره يؤكد ان اللقاء في موعده في 8:30 مساء السبت بملعب برج العرب بالاسكندريه ضمن منافسات الجوله 23. قائمه الاهلي: حراسه المرمى محمد الشناوي، علي لطفي، مصطفى شوبير. في الدفاع موجود رامي ربيعه، ياسر ابراهيم، ايمن اشرف، علي معلول، محمد هاني، محمود وحيد، محمد شكري. في الوسط يتواجد حمدي فتحي، عمرو السوليه، صالح جمعه، وليد سليمان، محمد مجدي قفشه، واحمد الشيخ، وزيرالدو، والعربي بدر. وفي الهجوم مروان محسن وزونيور ازايي واليو بنجي. طبعا عاد محمد هاني بعد فتره او بعد الايقاف المباراه الماضيه، لكن بيغيب بقى احمد فتحي بسبب الحصول على الانذارات، فبيغيب احمد فتحي، بيغيب ايضا كمان اليو ديانج اللي واخد بطاقه حمراء في لقاء الجونه، بالاضافه طبعا للمصابين حسين الشحات ومحمود متولي ومحمد محمود وسعد سمير وكريم ميدفيد. صالح جمعه بيعود للنادي الاهلي منذ اخر مباراه شارك فيها مباراه رسميه مع نادي الاهلي 17 اغسطس 2019 كانت امام بيراميد في كاس مصر. يعني صالح جمعه يعود ان شاء الله للمشاركه مع الاهلي بعد 378 يوم بالتمام والكمال، فتره كبيره جدا. لكن جماهير النادي الاهلي منتظره صالح جمعه طبعا، لان صالح جمعه لاعب يصنع الفارق، وده اللي قال عليه وشكر فيه مستر فايلر. مش من المفترض ان صالح جمعه يبدا اللقاء خلال الساعات القادمه، لكن هيكون موجود على دكه البدلاء كورقه رابحه، يقدر ياخد نص ساعه 10 دقائق ربع ساعه وفقا لسير اللقاء. يعني اذا صالح جمعه في المجموعه التي ستخوض المباراه. هل لديك اي اخبار اخرى؟ المباراه الساعه كام وفين؟ المباراة الساعة 8:30 بملعب برج العرب بالإسكندرية زي ما حضرتك تعلم. وخلينا برضو نوضح اللي هيحكم اللقاء: الحكم أمين عمر، ومعاه سمير جمال وأحمد حسام مساعدين، ومحمد الصباحي حكم الفيديو، بيساعده محمود أبو الرجال. الأهلي في قمة جدول الدوري العام برصيد 59 نقطة، المصري في المركز ال 15 برصيد 21 نقطة. جماهير النادي الأهلي منتظرة طبعا استمرار الانتصارات المتتالية لحسم اللقب بشكل رسمي يعني في الفترة القادمة. طيب أنت معانا هتتفرج على الماتش بكرة ولا خالع؟ خلينا نشوف بقى، هنتكلم بعد الهوا نتكلم مع بعض ونوضح. طيب يلا اوكي، انت عارف الظروف. خلاص ماشي يا ابو حميد، يلا سلام. خليني بس اخيرا برضو، يعني طبعا انا عارف انت اتكلمت في الموضوع وجبت فيديو سعد الصغير وجبت مداخله انا شايف مهمه جدا من كبير الاهلاويه وكبير عائله الافاضيه، لكن طبعا كل جماهير النادي الاهلي على السوشيال ميديا حاله من الحزن بصراحه، حاله من الاستياء اللي كتبه الدكتور مدحت العدلي. حالة التنمر اللي احنا شفناها دي غير منضبطة، ولا صح انها تخرج من دكتور ولا سيناريست ولا صحفي ولا حتى مواطن عادي. احنا بنتكلم على احترام متبادل ما بين جماهير الاهلي والزمالك. كل مواقع الاهلي وكل صفحات الاهلي على السوشيال ميديا بتتحدث عن حالة التنمر وحالة الفتنة اللي احنا بنعيشها، وللأسف الكتابات اللي زي دي هي اللي بتعمل المشاكل. ونرجع نلوم على جماهير الكورة البسيطة، هم ليه مشحونين زيادة كده؟ نشوف الناس بتكتب ايه ونبدأ نحكم بعدها. يعني أشكرك شكرا جزيلا يا أستاذ أحمد. شكرا جزيلا استاذ عبد الناصر، تحياتي ليك وتحياتي لكل المتابعين. يبدو ان هناك ازمه خاصه بمباراه الاهلي والمصري، وفي مشكله جامده جدا في اتحاد الكوره، عشان كده هنطير للاستاذ محمد مهدي يقول لنا ما هي التفاصيل. بيقول لي الدنيا مولعه دلوقتي في موضوع الاهلي والمصري، برضو هنحاول نروح على بورسعيد ونعرف. خلينا الاول نروح لمحمد مهدي ونشوف ايه اللي بيحصل. استاذ محمد مهدي سلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا يا ريس، أهلا بيك مرة ثانية. والمصري وفي مستجدات وفي جديد، هل هناك ردود أفعال من أي اتجاه بعد أن تقدم الأستاذ سمير صبري ببلاغ رسمي ضد إهانة مرتضى منصور لرئيس الوزراء، وبعد ما احنا سبقنا الدنيا كلها وزعنا الفيديوهات؟ بالضبط، يعني في هجوم كبير عبر مواقع التواصل الاجتماعي على رئيس نادي الزمالك بسبب يعني سبه لرئيس لدولة رئيس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي، وفي حراك غير عادي يعني عبر السوشيال ميديا. اعتقد ان الفيديو اتشهر بشكل كبير جدا، وكله بيطالب بمحاسبة رئيس نادي الزمالك على هجومه وسبابه على رئيس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي، وانه يتم تطبيق القانون عليه يعني في الحالة دي. ايضا يعني وصل لنا من مصادرنا في وزارة الشباب والرياضة ان الدكتور اشرف صبحي غاضب جدا من
من اللي حصل والموقف المحرج اللي اتحط فيه، وانه يعني كلام من قريبين من دكتور اشرف صبحي ان هو يعني قال كده باللفظ، يعني دي اول مره اول واخر مره ان انا احضر حاجه فيها مرتضى منصور، لانه دايما بيسبب لي مشاكل وبيحطني في حرج.